طيب عايز اتكلم مع حضراتكم وابتدي في بدايه الحلقه النهارده بخصوص حجم التأثير المتواصل عقب إعلان النادي الأهلي تولي مستر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم، ووضح جدا مدى أهمية كرة القدم في القارة الأفريقية ومدى أهمية تواجد المدير الفني مع النادي الأهلي. نادي كبير جدا بحجم النادي الأهلي يكون متواجد في مدير فني على رأس القيادة الفنية وهو مدرب أفريقي من جنوب افريقيا، فان دل يدل على ايه؟ يدل على ان كره القدم والرياضه بشكل عام هي قوه ناعمه، ومدى اهميتها في بعض الابعاد الاخرى اللي اكيد بتكون معروفه لدى الجميع. دايما النادي الاهلي بيفكر بره الصندوق، وده اللي حصل في تعيين مستر بيتسو من زمان. ما اعتقدش ان الموضوع كان في بال ناس كتير جدا من المتابعين ومن النقاد ومن اصحاب الانفرادات ان ممكن بيتسو موسيماني يكون مدير فني للنادي الاهلي. معلومه كانت عندنا قبلها بيومين او حاجه، لكن في كل الاحوال خبر جيد وامر مهم جدا، واضح مدى تاثيره على القاره الافريقيه بالكامل. دليل على كده ايه؟ الدليل اهتمام الاعلامي الكبير في جميع انحاء القاره ومختلف الصفحات على السوشيال ميديا في القاره الافريقيه، يعني حتى لدرجه امبارح لاحظت صفحه من الصفحات الجنوب افريقيه كانت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ان هم عندهم مباراه بكره اللي هو النهارده يعني امام مقاولون العرب. شوف مدى الاهتمام ومدى المتابعه اللي هتكون للدوري المصري ولمستر بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي. طبيعي جدا النادي الاهلي عنده جماهيريه عريضه في القاره الافريقيه وفي جميع انحاء العالم، ده امر طبيعي، لكن لما يكون عندك مدرب من جنوب القاره وبيمرن فريق كبير جدا وبطل القرن في افريقيا هو النادي الاهلي، فهتلاقي المتابعه بشكل دوري و دائم بالنسبه للفريق. وهتشوف ده كمان امتى؟ بعد انتهاء مباراه اليوم. الكل هيبقى متابع مباراه اليوم واول مباراه لموسيماني وعمل ايه في المباراه دي والامور مشيت ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. هتشوف بكره بقى في حلقتنا في الترند كمان حجم المتابعه كان عامل ازاي وتفاعل القاره كلها مع النادي الاهلي.